اللعبة لعمران وتيمور. عمرو أنور واحد من أمهر لاعبي كرة القدم المصرية، فهو اللاعب الشيك الذي لا تمل من رؤية الكرة في قدمه ولا تتوقع لمن سيمررها. عمرو أنور صاحب الأخلاق العالية والموهبة الفذة كلاعب ومدرب. بدأ أنور حياته الكروية بنادي النصر القاهري عام 80، وقضى موسما واحدا وتألق في مركز صانع الألعاب. انضم للأهلي عام 81 وتدرج في قطاعات الناشئين من 83 ل86. فرض اسمه كواحد من أبرز اللاعبين بالقطاع ليتم تصعيده للفريق الأول، ولعب مع العديد من النجوم مثل الخطيب ومصطفى عبده وأيمن شوقي ومحمد عبد الجليل. رجع على طول ما بيخططهاش، بيسلمها مظبوط، وعمرو أنور يلعبها بالمهاش لعبد الجليل، هوبا عبد الجليل، هوبا جوه جول عبد الجليل، احلى جول السنه. توج أنور بالعديد من البطولات مع القلعه الحمراء، حيث حصل على الدوري 4 مرات ودوري ابطال افريقيا مره واحده وكاس العرب مره والبطوله الافرو اسيويه مرتين. خاض عمرو أنور فترة احترافية خارج مصر في الكويت، ولعب موسما واحدا مع العرب الكويتي قبل أن يعود للقاهرة عن طريق القناة، وخاض مباريات عديدة معهم ليقرر بعدها الاعتزال والاستعداد للدخول لعالم التدريب. وبدأ مشواره في مدرسة الكرة بالأهلي عام 2004، وتقلد عدة مناصب بالأجهزة الفنية بقطاع الناشئين بالأهلي. وفي عام 2009 اختاره محمد عبد الجليل ليعاونه في الجهاز الفني للمقصة قبل أن يرحل سوية. انضم لقطاع الناشئين بنادي اتحاد جدة السعودي وحقق الكثير من النجاحات، وأصبح حديث الجميع بالسعودية. ثم تربع على رأس الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي السعودي لعدة مرات. قاد أنور اتحاد جدة للصدارة بالدوري السعودي، وقاد الفريق لتحقيق 7 انتصارات متتالية بعد أن كان الفريق يعاني من الهزائم المتتالية. وقبل أن يرحل ويتولى مدرب روماني الفريق، قامت الجماهير بتدشين حملة شكر لأنور في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ليعود أنور لقيادة فريق شباب الأهلي من جديد ويساهم في تصعيد العديد من النجوم للفريق الأول. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. قليلين اللعيبة اللي تجتمع فيهم المهارة مع القوة مع السرعة مع الرشاقة، هو بالتأكيد كان واحد منهم، صاحب مشوار طويل مع النادي الأهلي جوه الملعب وبره الملعب. ضيفنا في السادسة النهاردة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر كابتن عمرو أنور. أهلا بيك يا كابتن عمرو. أهلا بيك، ازيك؟ نورنا ومشرفنا في قناة النادي الأهلي. ربنا يبارك فيك، ده نورك. أكيد طبعا كده، يعني اللقطات اللي احنا شفناها سريعا مع الجمهور ومع حضرتك دلوقتي رجعتك فلاش باك لذكريات كتير جدا. طبعا اكيد. بديت ازاي مع الاهلي كابتن عمرو؟ يعني انا دايما اقول احسن وقت لل يعني لينا احنا كلاعيبه كوره الوقت اللي بتلعب فيه كوره. ودي حتى حاجه دايما اقولها للعيبه بتاعتي، اقول لهم يعني استثمروا الوقت ده، لان انت مش هتحس بانك فقدت اهم حاجه عندك غير لما تبطل كوره. فدايما انت ما شاء الله مشوارك حتى بعد ما بطلت كوره في محطات مهمه ونجاحات كتير. الحمد لله طبعا. بس دايما يعني هيظل الوقت اللي انت بتلعب فيه كوره ده احسن وقت انت بتمر بيه. ابتديت مع الاهلي سنه كام؟ سنه 81. ده كان اول موسم ليا في النادي الاهلي. كنت يعني بدات موسم واحد، كنت لعبت في نادي النصر، وبعد كده كابتن مصطفى حسين الله يرحمه بقى اللي هو كان ملقب بابو الاشبال، يعني كان شافني وهو اللي جابني يعني النادي. لعبت في القطاع من 81 ل 86، وبعد كده اتصعدت بقى الفريق الاول. يعني
عاصرت اجيال كتير بتهيالي منهم طبعا الحمد لله جيل كابتن خطيب وكابتن ربيع وكابتن مصطفى عبده. طبعا يعني يمكن انا الوحيد في جيلي اللي لحقت لعبت مع كابتن خطيب رسمي يعني مع كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده. تتغير الاجيال بس الفلسفه والاستراتيجيه والمبادئ واحده. طبعا وده اللي احنا اتربينا عليه وهو ده اللي احنا اتعلمناه وده اللي احنا ماشيين بيه في حياتنا الرياضيه يعني لحد دلوقتي. الحاجات اللي احنا يعني اتربينا عليها في النادي وكبرنا عليها مش قادرين نغيرها. هتلاقي صعب جدا ان الناس اللي بدات صغيره في النادي يعني انا بدات في النادي 13 سنه يعني من 13 سنه يعني انا يمكن حتى الظروف اللي انا مشيت فيها من النادي يعني ظروف كانت ملخبطه شويه بس الحمد لله الواحد ارتباطه بالنادي يعني من ساعه ما دخلت النادي لحد النهارده ويعني انا بعتبر النادي ده بيتي وده يعني اهم لحظات حياتي او اهم الاوقات اللي انا عشتها في حياتي كانت في النادي. طب خليني اسالك بمنتهى الصراحه انه في مقوله طالعه اليومين دول كده ماشيه بيرددها الجمهور كتير جدا انه الانتماء للجماهير فقط لا غير. انت يعني مشوارك فيه محطات كتير، انت لعبت في نادي الاهلي وحققت بطولات مع نادي الاهلي بس احترفت بره مصر ولعبت في الانديه جوه مصر. ايه فكره انك انت دايما الانتماء الاول لنادي الاهلي؟ يعني ايه السبب؟ ايه الدافع او المحرك بالنسبه لك انه انتمائك يكون في الاول والاخر لنادي الاهلي؟ اللي شفته في النادي واللي عشته في النادي واللي اتربيت عليه في النادي ما شفتوش في اي حته تاني. فده اللي مخليني مرتبط بالنادي ومرتبط بجمهور النادي ويعني ومرتبط بسياسه النادي وباخلاقيات النادي لان انا بكلمك بمنتهى الصراحه. الوقت اللي انا شفته في النادي وعشته في النادي انا ما شفتوش في حته تانية مع احترامي الكامل لكل الاماكن اللي انا كنت موجود فيها يعني برضو اماكن كويسه واماكن محترمه ولكن انا وجهه نظري النادي الاهلي في حته وبقيه الانديه دي في حته تانية خالص يعني انا مش عايز حد يزعل ومش عايز حد يقول ان انا يعني بقول كلام مبالغ فيه لا انا بتكلم على تجربه شخصيه يعني انا عشت في النادي الاهلي فتره وعشت بره النادي الاهلي فتره النادي الاهلي في مكان مختلف تماما في كل حاجه. اهم محطاتك مع النادي الاهلي اهم اللحظات بالتاكيد طبعا لحظات التتويج دايما بالنسبه للاعيب الكوره بتبقى الاهم بس بالنسبه لعمرو انور لما بسترجع معاه الفتره اللي قضاها في النادي الاهلي اهم اللحظات اللي لازم تيجي على بالك على طول. لا في طبعا يعني انا بالنسبه لي مثلا الـ يعني لحظه تصعيد الفريق الاول دي كانت بالنسبه لي حاجه ما تتنسيش. اول ماتش لعبته كان قصاد المحله في المحله كان موسم ماتش المحله في المحله ده كان موسم الجمهور بيبقى شايل همه دايما 86 87 ده كان مع الدكتور طه اسماعيل كان هو اللي صعدني الفني وكان يعني هو كان الدوري فاضل فيه ثلاث مباريات كان فاضل فيه المحله الترسانه واخر مباراه كانت الزمالك والنادي الاهلي كان متفوق كان يهمنا ان احنا نكسب المباراتين اللي هم المحله والترسانه علشان يعني نحسب الدوري قبل مباراه الزمالك. حصل ان احنا كسبنا مباراه المحله في الدقيقه 90 او بلس 90 يعني زي ما بنقول اللي هو العادي بتاع النادي الاهلي كان كابتن مصطفى عبده. تعادلنا مع الترسانه فكان قدامنا خيارين في المباراه اللي هي النهائيه اللي هي مباراه الزمالك كان اخر مباراه كان يكفينا التعادل نفوز بالدوري والزمالك كان لازم يكسب يعني الحمد لله حققنا الفوز كسبنا 2-1 ودي كانت من اهم اللحظات اللي كانت موجوده يعني حاجه لان انا برضو حصل معايا موقف بيتهيألي هو ما حصلش مع حد يعني ما حصلش مع لعيب يعني دايما اللعيبه بتتصعد للفريق الاول وبعد كده بتلعب انا حصل معايا العكس انا لعبت الاول مع الفريق الاول وبعد كده اتصعدت للفريق الاول يعني انا فاكر ان انا لما لعبت مباراه المحله دي انا نزلت الشوط الثاني مكان كابتن زكريا ناصف ما كنتش اتمرنت تمرين واحد مع الفريق الاول يعني كان حصل اصابات اول علاقتك بالفريق الاول مباراه رسميه لعبت بالظبط يعني انا رحت المعسكر اللي هو قبل المباراه بيوم وحصل اصابه لكابتن زكريا في المباراه فلعبت مكانه الشوط الثاني وبعد كده بقى اتصعدت يعني بعد كنت نازل احساسك ايه وانت نازل الملعب؟ والله شوف انا اقول لك على حاجه انا كنت مش هقول لك انا كان الموضوع بالنسبه لي عادي لا انا ناس او لعيبه كبار جدا انت نزلت مركزك ايه في الماتش بتاع المحله مهاجم لعبت مهاجم صريح راس حربه مهاجم صريح من ناس انا بتفرج عليهم في التلفزيون وكنت بروح الاستاد اتفرج على الفريق الاول بتاع النادي الاهلي
لفجأة لقيت نفسي معهم في الأتوبيس، فجأة لقيت نفسي في أوضة اللبس، فجأة لقيت نفسي في الملعب، فجأة لقيت نفسي بلعب. فكل دي حاجات كانت مفاجأة بالنسبة لي. بس اللي أنا عايز أقوله إن اللعيبة الكبار اللي كانوا موجودين في الملعب ساعتها ما حسسونيش إن أنا غريب، ما حسسونيش إن أنا لعيب صغير، بالعكس كان كل الكلام اللي بيتقال ما بين الشوطين للفريق كله بالظبط. ما حدش اتكلم على المكسب واحنا محتاجين، كان ساعتها المكسب بنقطتين مش بثلاثة. ايوه ما حدش اتكلم على المكسب وما حدش اتكلم على الفوز قد ما اتكلموا ان ازاي يساعدوني انا ابقى موجود في الملعب واظهر بشكل كويس عشان اقدر اكمل معاهم. طب والله انا بكلمك بامانه دي محاضره اتقالت، يعني احنا يعني متعودين في النادي ان بعد طه كان لا كان كابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى عبده، لان احنا متعودين في النادي بعد المدير الفني ما بيخلص المحاضره الفنيه بتاعته بالظبط يعني بيتكلم بقى بيحفز وبيشجع والكلام ده كله. فكان التحفيز والتشجيع كله كان ليا انا، مش على الماتش، مش على الماتش. واحنا كنا الشوط الاول متعادلين 0-0 وعايزين نكسب المباراه علشان زي ما بقول لك عايزين يعني عايزين نكسب المباراتين عشان نحسم الدوري قبل المباراه بتاعه الزمالك. فما كانش في اي كلام على مكسب المباراه، الكلام كله كان ازاي نساعد عمرو، ازاي نزوره بشكل كويس، ازاي يبقى موجود، ازاي يكسبنا، ازاي ازاي ازاي. فدي حاجه ادتني ثقه كبيره جدا. ده موقف طبعا محترم من كابتن مصطفى. طبعا وده الحقيقه يمكن يعني قاسم مشترك بنسمعه من كل لعيبه الاهلي ونجومهم، اللي لما كانوا بيبتدوا لسه المشوار كانوا محتاجين النوع ده من الدعم، وكانوا دايما بيلاقوه من الكبار في الجيل اللي سابقهم. بالظبط. انا دايما اقول اللعيب الكبير مش اللي في الملعب، اللعيب الكبير بيبقى بره الملعب قبل جوه الملعب. اللي انت تقدر تعتمد عليه، ان انت تقدر تستفاد منه، ان انت تقدر تتعلم منه، تشوف هو ايه يعني القدوه. يعني انا دايما بقول القدوه ما هياش كوره، ما هياش مهاره، القدوه دايما انت بتشوف الشخص اللي قدامك ده بيعمل ايه وبيتعامل ازاي عشان تبقى زيه. الكوره موجوده والمهاره موجوده الحاجة التانية ان انت ازاي تبني شخصيتك وازاي تبقى متواجد وازاي تقدر تثبت يعني اقدامك ما بين النجوم الكبار. ده هو ده المشكلة، مش المشكلة انك تلعب، المشكلة ان انت ازاي تكمل وتبقى موجود في وسط الكوكب. انا هقف سن عن مشوارك مع الاهلي وهرجع تاني طبعا، لان في اكتر من نقطة مهمة خصوصا كلامنا عن مستر فايتسا. طبعا. بس بما انك بتتكلم على الولاد الصغيرين يعني الشباب اللي طالع، هل بتشوف وانت مسؤول عن واحد من فرق النادي الاهلي الشباب، هل بتشوف انه العقليه بتاعت الولاد اتغيرت؟ هل بتشوف انه نظرتهم للامور المعايير اللي بياخدوا قرارات على اساسها او بيحفزوا نفسهم على اساسها اختلفت؟ طبعا. لان بص انا برضو عايز اقول حاجه وحاجه مهمه جدا، يعني هي الكره دلوقتي بقت الموهبه قلت فيها شويه. يعني احنا يعني الكوره بشكل عام ولا مصر؟ الكوره بشكل عام. لا 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 مش في مصر يعني. احنا لو حتى لو كلمتني على اعظم الفرق اللي في اوروبا هتلاقي كل فرقه فيها واحد او اتنين والباقي كله يعني مكمل للواحد او اتنين دول. مش هتلاقي اللعيبه المهاريه بكثافه. زمان كانت الكوره معتمده نمره واحد على المهاره. حتى انت لو بتروح اختبارات او بتشوف لعيب اول حاجه يعني بيلفت نظرك ليه المهاره. ايوه دلوقتي الوضع اختلف، يعني المقاومات بتاعه الكره اختلفت والفلسفه نفسها بتاعه الكره اختلفت. فاللعب دلوقتي انا وجهه نظري اللعب دلوقتي في الفريق الاول بقى اسهل من زمان بكتير. لان انت النهارده لو انت عندك اساسيات الكره هتقدر تلعب في الفريق الاول. انما زمان لو انت ما انتش مهاري ما انتش لعيب. يعني بما ان احنا بنتكلم على الاهلي وده اللي يهمنا في المقام الاول والاخير، خليني اقول لك انه دي دايلما بالنسبه للجمهور ودايلما بالنسبه للمسؤولين عن قطاع الناشئين في الاهلي. انت مزلوب. عندك فريق مطلوب منه انه اي بطوله يحط رجله فيها لازم يفوز بيها، مفيش بديل تاني. مظبوط. الفضه والبرونز دول مش لا لا لا. مش في ثقافتنا. انا هقول لك على حاجه، الفرقه عايزه اللعيب السوبر، عايزه اللعيب الجاهز، وده الحقيقه بالنسبه لكثير من شباب الاهلي بيبقى عبء نفسي كبير جدا. جدا. يعني انا فاكر في وقت من الاوقات لما كنا حتى شغالين مع في مدرسه الكوره، ففي دوره بتتلعب كل سنه في نادي الصيد. لما انت توصل مثلا ان انت بتلعب بتقريبا ست فرق او سبع فرق في جميع الاعمار، الفرقه اللي هي ما بتاخدش البطوله او اللي هي بتاخد المركز الثاني بتلاقي الولاد عياط وبكاء وانهيار. فلما يبقى لعيب طالع على كده ومتربي على كده
وهو شايف اللي حواليه ازاي، وشايف النادي ماشي ازاي، وشايف الفريق الاول بتاعه ماشي ازاي، والفرق حتى اللي بيلعب معاه في القطاع، الفرق الاكبر منه بتلعب ازاي على بطوله. هو ده يعني، هي دي الفلسفه اللي بتتحط في التراكم بتاع ده كابتن عمرو، بتاع كلامك ده في مراحل مختلفه توصل لروح الفانيلا الحمراء في النهايه. اكيد يعني اللي أكيد. بيلعب بيطلع من ده على فيرست تيم في الاهلي، وبيتهيالي كمان حتى اللي ما بيبقاش عنده فرصه ان يلعب فيرست تيم بيروح انديه ثانيه بيبقى عنده نفس الروح بتاعه الرغبه في المكسب طول الوقت، الرغبه في وبينقلها للفريق اللي هو بيلعب معاه. يعني احنا النهارده انت لو على مدار السنين الكبيره والطويله اللي فاتت مفيش يعني مفيش نادي في مصر مش هتلاقي فيه لعيب من النادي الاهلي. أيوة. هتلاقي، واللعيب ده هو اللي خده واللي شربه وتعلمه وبينقله هناك. بس من ناحيه ثانيه بقى، هل فكره انه الاهلي نادي بطولات وانه الفيرست تيم لازم يعني يضم مجموعه هي نخبه النخبه زي ما بيقولوا عشان يقدر يحقق البطولات دي، بيظلم الى حد كبير قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ مش عايز اقول بيظلم، بس هي دلوقتي الفكر نفسه ما بقاش زي زمان. ممكن اجل اجابه السؤال ده لان انا معايا تليفون من الامارات جالك مخصوص للسادسه كابتن بدر رجب نجم النادي الاهلي طبعا واحد اشهر من حملوا تيشرت رقم 4 في النادي الاهلي. كابتن بدر مساء الخير واهلا بيك معانا في السادسه. مساء الفل يا محمد، اهلا بيك. انت طيب ومصر كلها طيب. طيبه وبخير، وبرحب بحبيبي واخويا ومستقبل مصر في التدريب الكابتن عمرو انور. وانت كمان الحقيقه بالاضافه لموهبتك جوه المستطيل كنت يعني من ابرز الناس اللي اتعرف عنهم ان هم مكتشفين نجوم يا كابتن بدر. الله يخليك يا حبيبي، ده كانت مرحله جميله جدا في تاريخ حياتي في النادي الاهلي. بيتي واللي عمل بدر وعمل كل نجوم مصر واللي مدانين ليه بالفضل بمدى الحياه طول ما احنا على قيد الحياه الا وهو النادي الاهلي، معقل المبدعين وكل الموهوبين اللي في مصر ونادي القرن الحقيقي. يعني ذكرياتك مع كابتن عمرو، انتوا لعبتوا مع بعض كابتن بدر؟ طبعا لعبتوا مع بعض. كم عمرو حبيبي، عمرو لعب طلع معايا في الدرجه الاولى ولحقني وانا بلعب، وهو كان هو جيل هو وعادل عبد الرحمن، مش عايز انسى حد يعني من وهاني رمزي والاجيال دي كلها لحقونا واحنا بنلعب. وعمرو ده كان لعيب موهوب جدا على فكره، طبعا حقه يعني، انا بكلمك كلاعب قبل ما يكون مدرب. لكن وهو مدرب بقى انا كنت احد المتشبثين جدا ان الكابتن عمرو انور يبقى موجود معايا في مدرسه الكوره في النادي الاهلي. طب قول لي انت اتكلمت عليك كلاعب وقلت عن انه يعني من اهم مواصفات اللعيب انه كان لعيب كوره عالي المستوى، لكن من وجهه نظرك كمدرب ايه اكتر مميزات كابتن عمرو انور؟ عمرو يمتلك الفكر، ودي اصعب حاجه في المدرب اللي بقى عندك فكر، خد بالك، لان كل اللي موجود دلوقتي على النت متداول بين كل المدربين، لكن اللي يفرق مدرب عن مدرب فكر، ده واضح جدا في تجربه حد جاده. ما اتحط تحت ضغط ومسك فرقه كبيره قدر ينجح وقدر يعمل اسم كبير وعمل حاجه كبيره جدا للمدرب المصري السعودي، دي حاجه تحسب للكابتن عمرو. اهم الذكريات اللي تفتكرها، انا عارف طبعا بيبقى في قصص وحكايات والمعسكرات والسفر في البطولات الخارجيه، اهم ذكرياتك مع كابتن عمرو انور يا كابتن بدر؟ لا عمرو انور ذكرياته معايا ماتشات الاهلي والزمالك على فكره. تفتكر له ايه دلوقتي؟ ايه اكتر موقف او اكتر قصه حاضره في ذهنك دلوقتي عن كابتن عمرو انور؟ كانوا لسه طالعين من الناشئين بنلعب اهلي والزمالك، وعمرو كان بيلعب، كان في لعيبه نجوم كبيره قوي في نادي الزمالك بتشتكي من عمرو انور في الملعب لانه مش عامل حساب لاي حد ومش فارق معاه اي حد وبيلعب بس، وكان مكسر الدنيا، وده ضايق نجوم كبار جدا زمايلنا كانوا في المنتخب في ذلك الوقت كانوا بيشتكوا جدا من عمرو انور. فعرفت ان احنا عندنا لعيب كبير جريء ما بيخافش، لان ماتشات اهلي والزمالك انت عارف بتبقى ماتشات جماهيريه، بالتالي عمرو كان ليه تواجد من اول مباراه لعب فيها ضد نادي الزمالك، فدي من الذكريات اللي ما انساهاش يعني، ان احنا كان معانا لعيب جريء من صغره من ساعه ما طلع. بشكرك شكرا جزيلا كابتن بدر رجب نجم النادي الاهلي. ويمكن كابتن بدر يخليني، انا عارف انه لعيبه الاهلي دايما بتبص لماتشات الاهلي والزمالك بشكل مختلف، الماتشات دي بيبقى ليها حسابات خاصه. طبعا اهم ماتشات اهلي وزمالك تفتكرها يا كابتن عمرو؟ مباراه جماهيريه. ايوه يمكن احنا على ايامنا برضو يعني الناس لازم تفهم
ان احنا ما كانش فيه الاهتمام الاعلامي اللي موجود دلوقتي. لا ازاي يا كابتن عمرو برضو؟ لا ده ماتش يعني الاهلي والزمالك ده كان بيبقى عيد لمصر كلها. مش قصدي، يعني انا قصدي ان يعني الاعلام في الوقت ده كان محدود. يعني مفيش حتى معظم السوشيال ميديا، مفيش ساتلايتس، مفيش بالظبط، حتى البرامج الرياضيه وحتى الـ 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 الوسائل المسموعه والمرئيه كانت قليله. فكان اكتر ماتش جماهيري او في تركيز اعلامي كان بماتش الاهلي والزمالك. يعني حتى النهارده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني زمان ممكن كان في الفرق اللي هي بره الاهلي والزمالك ما بتتشافش غير في ماتشات الاهلي والزمالك. دلوقتي المباريات بتاعه المسابقه كلها متذاعه ومتشافه ويوتيوب وغير بالزبط يوتيوب بالظبط. فلا طبعا مباراه مهمه جماهيريه، وبغض النظر عن موقفك في الدوري او بغض النظر انت بتلعب على بطوله او ما بتلعبش على بطوله، ايوه الفوز في المباراه دي في حد ذاته بطوله. اهم ماتش اهلي وزمالك تفتكره دلوقتي معانا؟ يعني طبعا شوف انا هقول لك على حاجه، سجلت في الزمالك صح، بس ما الجون اتلغى. اتلغى يعني للاسف الشديد، ما اعرفش ليه يعني. ما تعرفش ايه لغايه النهارده؟ لا ما اعرفش والله بجد. يعني هو يمكن لو معاك، وهو حتى في التقرير اهو، هو في التقرير اهو يعني اهي حسام حسن بيلعبها، وانا خدت الكره من نبيل محمود ومن ايمن طاهر وحطيتها ودخلت بيها الجون. فانا لحد دلوقتي مش قادر افهم هو الجون ده اتلغى ليه، سببه ايه، ما عنديش اي يمكن فكرة. عشان دخلت بيها جوه الجون يا كابتن. حد قال لي كابتن ماهر الله يرحمه قال لي سوء سلوك. فلو بتقول لي اهم مباراتين للاهلي والزمالك المباراه دي، بس انت ما سالتش يعني، ما رحتش استفسرت مثلا حكم اجنبي، حكم يوناني. وساعتها حتى احنا كنا متقدمين، كنا كسبانين 1-0، كان الكابتن علاء ميهوب اللي جاب الجون والمباراه خلصت كده 1-0. حتى لعيبه الزمالك لما الحكم صفر ولغى جابوا الكره بسرعه وحطوها ولعبوا، عارف اللي هو يعني ما فيش فرصه ان انت تتكلم مع حد. فلو بتكلمني على اهم مباراه، يعني اهم مباريات الاهلي والزمالك هم مباراتين. واحنا زي ما شفنا الجون يعني اللي باين على الشاشه في الكادر انه الكره ما فيهاش اي بالظبط يعني اي مشكله. فالمباراه دي طبعا دي من اهم المباريات بالنسبه لي، لان حسمنا فيها بطوله الدوري. وكان او يعني مش يعني ده كان تاني دوري ليا، بس كان اول دوري بالنسبه لي اشارك فيه بصفه اساسيه. يعني الدوري الاول اللي انا قلت لحضرتك عليه اللي هو بتاع كابتن طه لعبت فيه ماتشين، لان انا يعني اتصعدت الفريق كان في اخر 3 مباريات. فدي كانت مباراه من المباريات المهمه جدا بالنسبه لي. المباراه اللي هي برده كانت مهمه جدا اهلي وزمالك، ودي ما لعبتش فيها، اللي هي كانت اخر مباراه جدا، لان دي كانت اول مباراه ليا اهلي وزمالك وانا موجود في الملعب، اللي هي اللي كانت موسم 86 87 مع الكابتن طه اسماعيل. ما اشتركتش فيها، بس كانت 87 ده بطوله افريقيا؟ لا اهلي وزمالك كان نهائي الدوري برضه. في 86 87 بتهيألي جبنا بطوله افريقيا. صح. شاركت في بطوله افريقيا في لا انا اتصعدت في اخر الموسم، ما كنتش مقيد. فدول يعني من المباريات اللي انا ما انساهاش. والمنتخب يا كابتن عمرو؟ والله شوف انا ما كانش ليا حظ كبير جدا في المنتخب، يعني انضميت كذا مره بس ما لعبتش بصفه اساسيه. كان عندي مشاكل كتير في الوقت ده، اصابات كتير واصابات متكرره كتير. يمكن الوقت اللي انا لعبت فيه كان مع مستر فايتسا، وهو ما عادش فتره طويله لان هو طيب. الكلام على فايتسا والكلام على اتحاد جده والكلام على الناشئين في الاهلي مستمر معاك، بس بعد ما نروح لتقرير وفاصل ونرجع مع ضيفنا النجم كابتن عمرو انور. انا عايز من لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله ان يكونوا هم رجاله، وان شاء الله ويرجعوا زي الاول ويلعبوا كويس، وعشان باذن الله نحقق البطولات. عايز لعيبه الاهلي يبقى عندها اصرار وعندها عزيمه وعندها ان هي تقاتل على البطوله، وان هي تفرحنا بقى لان احنا بقى لنا كتير قوي طبعا مفتقدين النادي الاهلي. انا بشكرهم ان هم فرقه جامده واحسن نادي في العالم. ان شاء الله يكونوا على قلوب بعضيهم ويكونوا رجال، وهم رجال يعني هم محترمين ورجاله، ان شاء الله هيلعبوا حلو. عايز اقول لهم ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه وربنا يكرمهم ونحسم الدوري وناخد بطوله افريقيا، وان شاء الله كل حاجه كاس وكل حاجه بتاعتنا ان شاء الله. انا عايز يبذلوا اقصى ما في جهودهم، انا عايزهم يبقوا اعظم نادي في العالم كله.
عايزهم يبقوا زي برشلونة، زي ليفربول، زي ريال مدريد، زي باريس سان جيرمان. زي ما كنتوا، والفترة اللي جاية مش طالبين منكم ولا أفريقيا، أهم حاجة أفريقيا ثم أفريقيا ثم أفريقيا. خلاص الدوري تقريبا شبه محسوب. بنطلبهم بقى بأفريقيا بقى، لأن المفروض يعني دي وحشتنا قوي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بيكم في السادسه وضيفنا نجم النادي الاهلي كابتن عمرو انور. اهلا بحضرتك مره ثانيه كابتن عمرو. اهلا بيك. يعني انا يمكن في سياق الكلام كده كنا بنتكلم على فايتسا، وانا عارف ان فايتسا ليك معاك موقف او قصه وكان ليه دور كبير جدا في مشوار عمرو انور. ليه فايتسا تحديدا وايه البصمه اللي قدر يسيبها مع كابتن عمرو؟ يعني نمره واحد، هو غير مكاني. يعني انا من وانا في من اول ما بدات كوره وانا بلعب مهاجم صريح، يعني راس حربه. ففي الوقت ده هو كان عندنا، يعني كان عندنا مهاجمين كتير تقال، يعني كان عندنا كابتن حسام حسن، وكان في كابتن ايمن شوقي، وكان في كمان يمكن لا محمد رمضان ما لحقش، محمد رمضان جه بعد كده. وهو شاف يعني في طريقه لعبي في اسلوب لعبي ان انا بحب انزل تحت شويه، بحب استلم من تحت، بحب يبقى دايما وشي للجون مش ضهري للجون. فهو جه مره اجتمع معايا كده وقال لي انا يعني أنا بفكر إن أنا أغير مكانك، أغير مركزك، وعايز ألعبك في نص الملعب. الفكرة أنا بالنسبة لي كانت يعني مش مقبولة. يعني أنا متمسك بمكاني وعايز ألعب في مكاني، وبدأت كده. وحتى لما اتصعدت الفريق الأول لعبت مهاجم، فما وحاجة أنا ما جربتهاش قبل كده. فهو حتى هو راجل كان يعني أنا يعني من وجهة نظري أنا شايف الراجل ده لو كان كمل في مصر كان هيعمل تاريخ مش يعني ما حدش كان هيعمله. انا لانه غير طريقه لعبه وطلع لعيبه صغيره كتير وقدر انه يعني هو في السنه اللي مسك فيها في النادي الاهلي كسب دوري، كسب كاس، كسب بطوله الافرو اسيويه. حصل ان احنا مثلا كسبنا الزمالك في اسبوع واحد مرتين. ف يعني كان عامل حاله وكان عامل شكل قوي جدا لفرقه النادي الاهلي. من نفس الحاله بتاعت فايسا دي، انا بتهيألي انت كمدرب بقى عملت نفس الحاله دي او كررت نفس الحاله دي مع اتحاد جد. انت صاحب بصمه مهمه جدا وصاحب نجاحات مع نادي بعتقد انه من الانديه الكبيره جدا في السعوديه، يعني ومش ببالغ لو قلته حتى على المستوى الوطن العربي كله. دي حقيقه. يعني هو يعني نادي الاتحاد هو بتتكلم على بطل الدوري السعودي، بتتكلم على بطل اسيا. ايوه. يعني مش اي حد. يعني خلي بالك بطوله اسيا دلوقتي معموله بشكل تتيح لفريق عربي انه يوصل للفاينل. لان هم خلاص حطوا غرب اسيا لوحدهم وشرق اسيا لوحدهم، ودول بيتقابلوا في الفاينل بس. أيوة. نادي الاتحاد لما 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 فاز ببطوله اسيا كانت بالشكل القديم. كانت بطوله مفتوحه، قرعه مفتوحه. أيوة. واحنا يعني الناس كلها عارفه الحته بتاعت كوريا واليابان طبعا. القوه والمنافسه والسرعه والمهاره، يعني فكون نادي الاتحاد يقدر يفوز بدوري ابطال اسيا في الوقت ده. انت بتسال نفسك او انت حددت مع نفسك ايه اسباب نجاحك بالشكل ده مع اتحاد جده؟ يعني شوف انا هقول لك على حاجه، بدر قال حاجه مهمه جدا. ان انا وانا بلعب يعني كان قلبي ميت زي ما بيقولوا. ده اللي حصل مع نادي الاتحاد. يعني انا مسكت الفرقه مرتين، والمرتين يمكن البصمه اللي انا عملتها في السنه الاولى حته ان انا طلعت لعيبه، يعني اعتمدت على اللعيبه بتاعه الفريق الاولمبي. المحترفين ما كانوش على قدر المستوى او على قد مستوى نادي الاتحاد او على طموح جماهير نادي الاتحاد. فالثلاث محترفين تقريبا ما كانوش بيلعبوا. محترفين وصفقات محترفين. أيوة. وفلوس مدفوعه. اثنين برازيليين بتتكلم. في اثنين برازيليين، واحد كان من لبنان تقريبا، لان هو كان لازم يبقى في حد من اسيا. أيوة. فالثلاثه قعدوا وطلعت اللعيبه الصغيرين اللي هم دلوقتي يعني ما شاء الله متواجدين سواء في الاتحاد او في الهلال او في المنتخب السعودي الاول. فدي كانت دي كانت البصمه اللي هي يعني الناس ابتدت تشوف ان في حد
مش معتمد على الاسامي الكبيره اللي موجوده وبيقدر يلعب بالولاد الصغيرين. ما حلمتش تكرر التجربه دي في مصر؟ ده سؤالي ليك بس هتجاوب عليه بعد ما تقول الو. الو معناها حبيبك الدويتو بتاعك يبقى عبد الجليل. كابتن عبد الجليل مساء الفل. مساء الخير يا ابو حميد. اهلا بيك يا كابتن محمد. مساء الخير يا كابتن عمرو. ازيك يا جليل؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ازيك يا عمرو؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ الحمد لله. نور الدنيا وشياكه وادي قميص ابيض هو اللي فاتح عشان خاطر النادي. ايوه ما بتعلم بقى. منور الشاشه ومنور نديب. ربنا يبارك فيك. منور كل حاجه حبيبي. ربنا يبارك فيك. يعني انا مش هتكلم طبعا على دويتو من اشهر الدويتوهات اللي لبسه تيشرت النادي الاهلي بس يعني كابتن عبد الجليل كده تحكي لنا عن اهم ذكرياتك مع كابتن عمرو انور باستثناء طبعا جون المحله. يعني احنا عرضنا جون المحله في اسبوع واحد مرتين. لا دي حقيقه. و يعني ذكرياتي مع عمرو يعني انا اصلا على طول دايما معاه مثلا في غرفه واحده من زمان من ايام احنا كنا في الناشئين. يعني انا هحكي موقفين مثلا. اتفضل. عمرو من النوع اللي هو مثلا كنت انا هو ساكن في هليوبوليس وانا في المطريه فكان هو معاه عربيه كان ايه استناه في المحكمه ياخدني وهو مركب العربيه يعمل ازاي يبقى انا بقى ايه جاهز عايز اتمرن وكده. يوه لسه هنجري لسه هنتمرن. اقول له عمرو يا عمرو ما كانش بقى نعرف حاجه اسمها طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه. بس اروح انا همدان انا كمان نقعد انا وهو نقعد في طول السكه. المشوار بعيد والسكه زحمه طبعا نعمل ايه طيب؟ فلازم ايه المهم الحمد لله ونروح نتمرن تمام. عايز اقول لك موقف ثاني. كنا في الامارات من احسن الاجوان كان ماتش ودي عمرو متهيألي مع العين العين الاماراتي وخدنا الكره انا وعمرو مثلا من بعد نص الملعب 1 2 يا احمد بجد ما بهزرش حوالي 5-6 مرات ما تسالنيش ازاي. انا ما شفتوش الجون ده يا كابتن عبد الجليل. ولا انا غير دلوقتي ولا عارف اجيبه. ما شاء الله. فانا اديله الكره ارجعها لي جوه لغايه لما وصلنا ال 18 انا ممكن احطها جون اروح مرجعها له. هو ممكن يحطها جون يروح مرجعها لي تاني. في الاخر فين وفين رحت حطيتها راح ايه حاططها. مش يعني نلاقي التهنئه جامده. وطبعا لو ضاعت بره كنا احنا الاثنين. فطبعا كان في الله يرحمه الكابتن عزت ابو الروس بعد الماتش قال ايه ده؟ ما كان على شمالكم مش كان فاكر عمرو كان حد كده على عادل شمالك. عادل كان عادل, عادل عبد الرحمن اديتها له من الاول. قلنا له هو يا كابتن هو اكله ولا بحلى؟ ما احنا جبنا جول الحمد لله ودخلت وكان شكلها حلو. لا بص هو انا وكابتن عمرو يعني عشان طالعين من صغرنا مع بعض ببيت عنده في البيت وبناكل وبنشرب الله يرحمه والدته ووالده. كريم يا كابتن عبد الجليل. كريم يا كابتن عبد الجليل. عمرو انور كريم. بصراحه يعني شهادتي مجروحه بالنسبه له. ده يعني بيفكر يا كابتن عمرو. مش هتكلم والله انا مش عايز اقول له. لا لا والله بجد يعني اهل الكرم كان والده ووالدته حاجه فوق الوصف غير انهم ناس متربيه يعني فعلا عمرو ابن ناس قوي قوي. انا بجد والله فخور ان انا لعبت جنب عمرو انور لان عمرو من اللعيبه القليله اللي فعلا برضو هرجع اقول لك ما خدتش حظها لا لعبا ولا تدريبا. انا شفت النهارده تقرير اول مره اشوفه في حياتي بكلمك بجد لعمرو انور هو ماسك اتحاد جده. اتحاد جده والدوري السعودي يا احمد ما تزعلش مني احنا الدوري المصري ولا الدوري السعودي ده دلوقتي بقت حاجه قويه قوي. ان عمرو وكان قبليه عمرو وبعدين عادل عبد الرحمن ماسك الفتره كمان بتاعت عمرو كانت قويه جدا. شفت التقرير انا حتى بعت له بعديها قلت له يا عمرو يعني طب ازاي انت عندك حاجه زي كده ما توريهانيش من زمان ده احنا عشره عمر وعمر من نوعها. والحقيقه هي مش ناس كتير تعرفها كابتن محمد ويمكن دي النقطه اللي هتكون عشان وقتنا كمان يهمني اتكلم فيها مع طبعاً كابتن عمرو. انا بشكرك طبعا وسعداء دايما ان احنا نشوفك وسعداء دايما ان احنا نسمع صوتك كابتن عبد الجليل كل الشكر ليك. تجربه اتحاد جده بيتهيألي رفعت سقف طموحاتك انت شخصيا. والسؤال اللي ممكن لان مش ناس كتير تعرف النجاحات اللي انت عملتها مع اتحاد جده هنا في مصر.
والسؤال هنا ليه ما تكررتش التجربه مع اي نادي من الانديه المصريه هنا؟ لان هنا الشغل في مصر ملوش علاقه بال يعني ملوش علاقه بالكفاءه ولا ليه علاقه يعني انا دايما انا عندي كلمه دايما اقولها وهفضل اقولها يعني مفيش حد في مصر بيشتغل عشان هو كويس ومفيش حد ما بيشتغلش عشان هو وحش بس الصوره مش وحشه قوي كده لا 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 وحشه واوحش من كده بكتير لان للاسف الشديد اللي بقى متحكم في سوق الكوره في مصر كان على مستوى التدريب او على مستوى اللعيبه هم الوكلاء خلاص فلو انت ما عندكش ده اثر على صناعه كره القدم طبعًا او على طبعا طبعا سلبا طبعا من وجهه نظرك ما هو بص كل حاجه ليها سلبيات وليها ايجابيات انما انت النهارده لما يبقى يعني تبقى حاجه متسابه لطرف واحد او لمكان واحد يبقى كده ما فيهاش اي ايجابيات يهمني اسمع رايك في مشوار الاهلي في افريقيا وفرص الاهلي في تحقيق البطوله وايه الكلام اللي انت توجهه للفرقه في ظل موسم استثنائي في فتره توقف طويله شاهد بعد كده يعني الـ 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 الاخبار اللي يمكن تكون مش ساره بالنسبه لجمهور نادي الاهلي فتقول ايه اللعيبه اخبار ايه اللي مش ساره اللي هي اللعيبه اللي مشيت يعني مثلا يعني بنتكلم على لعيبه يعني لعيب في حجم احمد فتحي مشوار صاحب مشوار وصاحب رصيد وان كان في كلام مش عارفين بس يعني لا ما بس هي الفكره وده اللي احنا شفناه وعشناه وتربينا عليه والنادي ما بيقفش على حد مفهوم في لعيبه يعني معلش انا مع احترامي الكامل للعيبه اللي هي اللي مشيت دلوقتي في لعيبه قد اللعيبه دي في الكوره 100 مره ولما بطلوا النادي الاهلي كمل والنادي الاهلي استمر والنادي الاهلي بس انا عايزك توجه رساله في نهايه كلامنا لتيم النادي الاهلي اللي عنده بطوله دوري وعنده بطوله افريقيا انا يعني انا يعني انا بتكلم او مش عايز اقول نصيحه يعني انا بقول كلمه زي ما انت بتقول للعيبه النادي الاهلي انا شايف ان الفتره اللي جايه دي فتره صعبه المباريات مضغوطه بشكل كبير جدا لازم يبقى في تركيز مهم جدا في المباراتين بتوع السيمي فاينال بتوع بطوله افريقيا أيوه. انا شايف ان الدوري بنسبه مش عايز اقول 100% يعني انا شايف الدوري بنسبه يعني تعدي 95% الدوري محسوم للنادي الاهلي فلازم يبقى في تركيز شويه على السيمي فاينال لان بطوله غايبه عننا بقى لها فتره طويله جدا مباراه صعبه يمكن انا بقول يعني مش من حظنا انا شايف الافضل لينا كنادي اهلي ان المباراه اتعملت ذهاب واياب فشايف ان احنا ان شاء الله نقدر نستغل الفرصه دي كويس ونقدر نعمل نتيجه ايجابيه سواء في المباراه الخارجيه او في المباراه اللي على ملعبنا نقدر نوصل فاينل ان شاء الله يعني انا يعني متفائل جدا ان النادي الاهلي اذا وصل فاينل البطوله دي انا شايف انه ان شاء الله هيقدر يحرزها ان شاء الله باذن الله. انا اتكلمت معاك النهارده كابتن عمرو كلاعب كرة اكتر ما اتكلمت معاك كمدرب وان كان الحقيقه المساحه دي انا عندي فيها موضوعات كتيره جدا احب ان احنا نناقشها ونطرحها على جمهور الكره بشكل اساسي عارف ان وقتك ضيق بس انا شايف ان الحلقه دي مفترض يبقى ليها جزء تاني نكمل فيها كلام عن مستقبل الكره في مصر وعن مستقبل الكره في الاهلي وعن اوضاع او نظره الـ يعني صناعه كره القدم وصناع كره القدم للاجيال الناشئه وفرق الشباب انا بشكرك كل الشكر على وجودك معانا انا بشكرك ان انا معاك وببارك لك على البرنامج وانا في اول كلامي يعني معلش انا اتخذنا على طول كده انا نسيت ابارك لكم صراحه على التطوير الجميل اللي انا شفته في يعني ما حدش بيبارك لنفسه بس فعلا لا حاجه مختلفه انا كنت باجي هنا قبل كده انا حسيت ان انا في مكان تاني خالص في حاجه مشرفه جدا 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 صراحه إن شاء الله. وحاجه تليق فعلا بالنادي الاهلي وانه فعلا يعني اعظم نادي في الكون وان هو نادي القرن يعني الكلام ده انا عايز بس الناس ما تفهمش ان احنا بنقول الكلام ده انشاء او الكلام ده شعارات بالظبط لا هو ده اللي احنا حاسينه ايوه وكل اللي يهمنا ان احنا كنادي اهلي او كشعب النادي الاهلي او كجمهور النادي الاهلي احنا مقتنعين بحاجه ما حدش هيقدر يغيرها ما حدش هيقدر ياخدها مننا ما حدش هيقدر يسلبنا حاجه احنا او الناس كلها صحيح. على مدار التاريخ تعبت فيها جدا وعملتها بمجهود كبير جدا فانا ببارك لكم وببارك للنادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي على التطور ما فيش حد ابدا مهما كان ومهما كانت اضافته ومهما كانت بصمته صاحب فضل على النادي الاهلي بالزبط. النادي الاهلي صاحب فضل على الجميع بالزبط. بشكرك شكرا جزيلا شكرا مره ثانيه واتمنى يكون في وعد على الهواء يكون ليها لقاء ثاني ان شاء الله مع كابتن عمرو ارمون بشكر حضرتك وبشكر حضراتكم على متابعتنا بكره ان شاء الله يكون لنا لقاء جديد في السادسه تحياتي لحضراتكم الله عليك يا شناوي ناوي
على التألق ناوي 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 نا